يمسك بالطبلة، يطرق عليها بدقات منتظمة، ثم يردد عبارات كأصحى يا نايم وحد الدايم والشهر صايم والفجر قايم ورمضان كريم، إضافة إلى الزجل والأشعار الشعبية الخاصة بهذا الشهر والتي ينشدها أثناء تجواله بين الأحياء. اصحى يا نايم وحد الدايم ومسمع المواه. إنه لمس حراتي، ومن منا لم يلتقي به مرة على الأقل في طفولته؟ فصاحب هذه المهنة يحظى بمكانة مميزة عند غالبية المسلمين لما يمثله من طقوس جميلة تعكس الحفاظ على الأصالة والتاريخ، إذ ورغم التطور التكنولوجي الذي أوجد المنبهات على سبيل المثال، ورغم الإجراءات الاحترازية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، إلا أن هذه الظاهرة لم تندثر بل لا تزال موضع اهتمام. ولكن هل تعلم كيف بدأت هذه الطقوس وكيف تطورت عبر التاريخ؟ عرفت فكرة المسحرات قديماً كطريقة لإيقاظ النائمين بهدف تناولهم وجبة السحور قبل حلول موعد الإمساك، وقد بدأت في عصر الرسول محمد، فكان بلال بن رباح أول المبتدئين، ومن خلال الأذان كان بلال يتمكن من إيقاظ المسلمين للبدء في سحورهم قبل أن يؤدي عبد الله بن أم مكتوم الأذان الثاني الفعلي الذي يعتبر وقت المنع عن الطعام وبدء الصيام. الله أكبر الله أكبر. ومع توسع الإسلام لجأ المؤمنون إلى أساليب جديدة، فظهرت فكرة المسحرات للمرة الأولى في العصر العباسي في مصر، وكان الوالي إسحاق بن عقبة أول من طاف شوارع القاهرة ليلاً في رمضان في العام 238 هجرية. في العصر الفاطمي أمر الحاكم بأمر الله الناس أن يناموا بعد صلاة التراويح ليوقظهم الجنود عبر الطرق على أبواب منازلهم، وذلك قبل أن يتم تعيين مسحرات خاص لكل منطقة يجول بين المنازل ويطرق على أبوابهم بعصا يحملها. استمر الوضع على حاله حتى عصر المماليك، إذ استبدلت العصا بطبلة وبات المسحرات بشكله الذي نراه عليه حاليا. واليوم رغم كل شيء استمرت هذه الظاهرة، ولا يزال الأطفال ينتظرون المسحرات بسعادة قبل الفجر كي ينادي عليهم عبر مايكروفون صغير أو بصوته الجهوري مستعينا بالطبلة، ويسيرون خلفه لإيقاظ الناس.